بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم حالة الطقس المتوقعة النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور منار، وايه اخبار الطقس النهارده؟ وخلينا نطمن على احوال الطقس المتوقعه اليوم. صباح الخير على حضرتك استاذه فاطمه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار التام في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. بيأثر علينا امتداد مرتفع العروض الوسطى، كتل هوائيه شماليه معظمها قادمه من البحر المتوسط مرورا بجنوب اوروبا. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة فترة الصباح الباكر، فبتلطف الأجواء بشكل كبير فترة الصباح الباكر. لكن مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة الظهيرة وزيادة فترات استواء أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة ترتفع، فبيكون طقس فترة النهار تحديدا طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، وأيضا محافظات شمال الصعيد. طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. خاصة كمان ان احنا ممكن نلاحظ نسب رطوبة اعلى من الايام الماضية، تخلينا نحس بقيم درجات حرارة اعلى. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع فترة النهار تكون 33 درجة مئوية. انا ممكن احسها لو تكون 34 او 35 درجة مئوية. مع دخولنا في فترة الليل وغياب اشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بحس دي اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. لكن اجواء فتره الليل فيها تحسن كبير في الاحوال الجويه، اجواء معتدله تماما في معظم المحافظات، خاصه مع وجود نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30 35 كيلو متر. بالمناسبه او بالحديث عن الرياح دكتور منار، ايه المناطق اللي هيكون فيها رياح، وهل هتكون شديده ام خفيفه؟ لا، هي رياح نسبية، رياح متوسطة جدا، سرعتها مش مرتفعة، هي كلها جاية من على البحر المتوسط في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الساحلية، القاهرة الكبرى، بعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد. وجود نشاط لرياح فترات المساء كمان وساعات الليل، يعني احنا مش هنحس بيه فترات اليوم كله، بنحس بيه اكتر في فترات المساء وساعات الليل مع دخولنا في فترة المغرب كمان. ده بيقلل احساسي بنسب الرطوبة، فبيلطف الاجواء اكتر بشكل كبير فترات الليل. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا دايما في الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه اللي بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. لكن هي سرعان ما بتتلاشى ايضا مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا نقدر نقول 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. يمكن الحمد لله الاحوال الجويه مستقره في كافه مناطق الجمهوريه، مفيش اي فرص للامطار في اي منطقه، وده متوقع ان شاء الله يكمل معانا على مدار الاسبوع القادم، على الاقل على الاقل منتصف الاسبوع القادم. اجواء معتاده جدا في مثل هذا الوقت من العام، مهم بس ان احنا ناخد بالنا تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة. طبعا نتمنى السلامة لكل قائدي السيارات على كل طرق في القاهرة أو المحافظات الأخرى. لكن ماذا عن العاصفة دانيال، وهل ليها تداعيات أو تأثير في الأيام القادمة؟ لا الحمد لله، يعني احنا يعني بقايا العاصفة دانيال أو المنخفض الجوي اللي أثر علينا يعني بعد انتهاء العاصفة دانيال يعني تلاشى من أمس، يعني من يوم الخميس بدأت الأحوال الجوية تستقر بشكل كبير. هي كانت حالة من التقلبات الجوية الاثنين والثلاث الأربع الماضيين، والأجواء استقرت بشكل كبير وانتهت تماما العاصفة دانيال من جمهورية مصر العربية، والأجواء مستقرت بشكل كبير في كافة المحافظات. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، لكن بداية دايما بتكون من القاهرة العظمى 33 24، العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 24، إسكندرية 30 24، العالمين الجديدة 30 24، مطروح 29 22، دمياط 32 25، بورسعيد 31 25، الإسماعيلية 35 24.
السويس 34 24، العريش 32 23، كاترين 29 15، طابة 34 25، حلايب 33 28، شلاتين 36 28، شرم الشيخ 37 28، الغردقة 35، الصغرى 27. أما الفيوم 33 24، بني سويف 34 23، الوادي الجديد 38 22، أسيوط 34 23، سوهاج 35 24، قنا 39 26، الأقصر 38 26، أسوان 38 27. وبكده نكون طمنا حضراتكم على حالة الطقس المتوقعة النهاردة. خلينا نروح بعد شوية طبعا لزملائنا شاذلي ومنا لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا فاطمة.